قال: وأما الثانية فإني رأيت أن لكل واحد صديق يحبه ويرافقه، ولكنه تبين لي أن كل الأصدقاء يتركون أصدقاءهم، إن تركوهم في الدنيا وإلا تركوهم في القبر، فأحببت أن يكون لي صديق لا يتركني في دنياي ولا في أخراي ولا في قبري، فلم أجد إلا عملي، فلازمت عملي وأتقنت عملي وأخلصت لربي.